السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. معكم عمرو الحداد من قناة مهندس زراعي. يتجدد لقاءنا مع حضراتكم، حلقة جديدة، فيديو جديد. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن نبات بيعتبر من نباتات الزينة الجميلة التي لا غنى عنها، كلنا بنحب هذا النبات. النبات اللي قدام حضراتكم ده بيسمى بالياسمين الافريقي، او الاسم العلمي بتاعه بيكون عبارة عن كارثة ماكروكاربا، واحيانا بيطلق عليه نبات الكرس. النبات ده بيعتبر شجيرة دائمة الخضرة سريعة النمو، بيعتبر من النباتات قليلة الارتفاع، ولذلك احيانا بيستخدم هذا النبات كمغطيات للتربة. بيعتبر هذا النبات من أجمل نباتات الأسيجة التي تزرع في الحدائق لنموه الخضري الجميل الجذاب. هذا النبات بيزهر وبيثمر، بالنسبة لموعد الإزهار بتاعه بيكون في الربيع والصيف. الأزهار بتاعته زي ما حضراتكم شايفينها كده، بتكون عبارة عن أزهار بيضاء جميلة ذات رائحة طيبة نفاذة. الرائحة بتاعة الأزهار بتشبه رائحة الياسمين والبرتقال، يعني رائحته نفاذة جدا جدا. النبات ده بيعتبر من نباتات الزينة، ولكن من النباتات اللي هي بتثمر، والثمرة بتاعته مفيدة جدا جدا وليها فوائد عديدة جدا. الثمرة زي ما حضراتكم شايفينها اللي هي بتكون عبارة عن توت بيضاوي، يعني الشكل بتاعها بيكون شكل بيضاوي، لونها أحمر زي ما حضراتكم شايفينها قدامكم في الشاشة. هذه الثمرة صالحة للأكل، ممكن إن أنت تاكلها طازجة، يعني تاخدها من الشجرة كده وبتقشرها وبتبتدي إنك تاكلها، وممكن إنك تاكلها عن طريق الطبخ أو الطهي. بعد ما بتعمل لها عملية طبخ بتبتدي إنك تاكل هذه الثمرة. هذه الثمرة علشان ناخد بالنا بس، لا توجد في الأسواق التجارية، يعني لا توجد في الأسواق، لا تباع في الأسواق، ولكن احنا بناخدها بنزرع الشجرة عندنا وبناخد الثمار بتاعتها بنستفاد بيها وبناكلها. الثمرة دي بتكون غنية جدا بفيتامين سي، غنية بعنصر الكالسيوم، غنية بعنصر المغنيسيوم، غنية بعنصر الفوسفور، يعني ليها فوائد كثيرة جدا بالنسبة للإنسان. طيب بالنسبة أيضا هذا النبات جميل، عشان بس ناخد بالنا من نقطة مهمة جدا، معظم أجزاء النبات بتعتبر سامة. ليه؟ لأن بينتج من هذه الشجرة حليب بيشبه الحليب اللي بيخرج من أشجار التين، ولكن ثمار هذه الشجرة صالحة للأكل، يعني غير سامة. هذا النبات بيتحمل الأجواء الرطبة والأجواء الدافة، بيتحمل الصقيع، ولكن للأسف الشديد هذا النبات لا يتحمل الجفاف. بالنسبة للتربة اللي بتنجح زراعة الياسمين الأفريقي فيها، أو بالنسبة للتربة اللي بتنجح زراعة الكارثة ماكروكاربا فيها، بعبارة عن أهم شيء أي تربة بتنجح فيها زراعة هذا النبات، أهم شيء إن هي تكون تربة جيدة الصرف، تربة خفيفة، تربة صالحة، يعني أهم شيء إن هي تكون تربة جيدة الصرف حتى لا يصاب هذا النبات بمرض أعفان الجذور. ده بالنسبة للتربة. طيب بالنسبة للتكاثر أو طريقة زراعة هذا النبات، بيتم زراعة هذا النبات إما بالعجل، يعني باخد عجلة من النبات وابتدي إن أنا أزرعها، وبالتالي بحصل منها على نبات جديد، والكلام ده بيتم في فصل الربيع، يعني بداية من شهر 3 و4. الحاجة التانية بتنجح زراعة هذا النبات عن طريق الترقيد، سواء كان الترقيد الأرضي أو الترقيد الهوائي، وممكن أن يتم زراعة هذا النبات عن طريق البذور. ببتدي إن أنا آخد البذور، وأهم شيء إن هي تجف، وبعد كده ببتدي إن أنا أزرعها في التربة اللي عندي. هذا النبات عشان ناخد بالنا بس محب للضوء، يعني لازم ان احنا نعرض هذا النبات لأشعة الشمس المباشرة لمدة لا تقل عن 6 ساعات في اليوم الواحد. ده بالنسبة لدرجة الضوء اللي بيتحملها هذا النبات. النبات ده له أشواك حادة، يعني نخلي بالنا من أطفالنا لو احنا زارعينه داخل الحديقة عندنا، نظرا لجمال أزهاره وجمال وفوائد ثماره وشكله الجميل، إلا إنه بيحتوي على أشواك حادة. يعني ناخد بالنا من أطفالنا لو إحنا زارعين هذا النبات، سواء في البلكونة أو فوق السطح أو داخل الحديقة، ناخد بالنا كويس جدا. بالنسبة للتسميد، أهم شيء إن إحنا نهتم بتسميد هذا النبات، يعني حوالي كل 15 يوم نحاول إن إحنا نسمد هذا النبات
بسماد الـ NBK المتوازن أيا كان نوعه. بالنسبة لري هذا النبات، طبعا النبات ده بيتأثر بجفاف التربة، فعلشان كده نخلي بالنا إن احنا دايما نخلي التربة بتاعتنا رطبة، أهم شيء ما نزودش كمية المية وما نقللش كمية الري، يعني نحاول دايما التربة بتاعتنا تكون رطبة علشان النبات بيتأثر جدا بجفاف التربة، يعني هو محب لرطوبة التربة. ده كان النبات معانا النهاردة اللي هو بيسمى بالياسمين الأفريقي أو الكاريسا ماكروكاربا أو نبات الكاريسيا، أي يعني كل الأسماء دي بتطلق على هذا النبات اللي هو قدام حضراتكم ده. نبات جميل جدا، نبات يا ريت كلنا نفكر فيه لجمال أزهاره لفوائد ثماره. فده كان كل شيء معانا عن هذا النبات الجميل اللي بيعتبر من نباتات الزينة العظيمة جدا. فيا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وتكونوا استفدتوا حاجة منه. فلو عجبك الفيديو ما تنساش انك تدعمنا وتشجعنا، حاول تنزل تحت تعمل سبسكرايب للقناة، فعل الجرس عشان يصلك كل جديد في عالم الزراعة من قناة مهندس زراعي. شكرا لحضراتكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.